السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي دفعة 23 مهندسين ودكاترة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وبأولياء أموركم. ما زلنا مستمرين معكم في شرح كتاب سلاح التلميذ للصف الرابع الابتدائي، ووصلنا احنا لسه في مراجعة ما سبق، ووصلنا إلى حروف العطف. حروف العطف اللي كانت علينا في السنين السابقة أولى وتانية وتالتة كانت إيه؟ كان أول حاجة فيهم حرف الواو. حرف الواو ده بستخدمه للمشاركة بلا ترتيب، بتفيد معنى معا، الاتنين مع بعض بيحصلوا في نفس الوقت، مفيش واحد قبل التاني. لما ناخد مثال هنفهم اكتر معنى التعريف ده. بيقول لي مثال: ارى في الصورة ابي وامي. يعني انا لما شفت الصورة شفت ابي وامي الاتنين في الصورة في وقت واحد، ما شفتش حد قبل التاني. مثال تاني: الجو معتدل والسماء صافية. يعني في نفس الوقت ان الجو معتدل كويس والسماء برضو صافية. طيب حرف الفاء بيفيد الترتيب مع السرعة بعد المباشرة. ترتيب ده بيفيد ترتيب حاجة حصلت الأول بعد كده حاجة حصلت بعديها مع السرعة. مثل: وقع الإناء وقع الأول فانكسر بعد ما وقع انكسر. يبقى الترتيب الأول إن الإناء وقع الأول بعد كده انكسر، مش انكسر الإناء بعد كده وقع. يبقى دي بتفيد الترتيب مع السرعة. مثال تاني: جاء القطار. القطار جاء الأول فركبته. يبقى هو جاء الأول بعد كده ركبته. يبقى الفاء بتفيد الترتيب مع السرعة. ثم بتفيد الترتيب مع التراخي. يبقى في وقت، يبقى حاجة حصلت الأول وبعد كده كان في وقت وبعد كده حصلت الحاجة التانية بعد مرور الوقت. يعني مثل: نزرع التفاح ثم نحصده. احنا بنزرع التفاح وبنسيبه بقى نقعد نزقيه ونراعيه لغاية ما يكبر بعد كده نحصده. يبقى فيه كان في فترة، مش بنزرع على طول وبعد كده نحصده على طول. مثال تاني: اشترت الأم الخضروات. هي اشترت الخضروات الاول ثم اعادت الطعام. طب ما هي بعد ما اشترت الخضروات غسلتها ونظفتها وبعد كده قطعتها وبعد كده حضرت الطعام، يبقى كان في وقت. يبقى ثم بتفيد الترتيب مع التراخي. حرف او للتخيير بين شيئين. مثل: اسافر بالقطار او بالطائره. يا اما اسافر بالقطار اركب قطار يا اما بالطائره. مثال تاني: ساقرا كتابا او قصه. يعني ممكن اقرا كتاب وممكن اقرا قصه. يبقى واو بتفيد المشاركه بلا ترتيب، ما بنرتبش فيها. الفاء تفيد الترتيب مع السرعه، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يبقى في مده بينهم او للتخيير بين شيئين. نكمل بقى ونحل الامثله على حروف العطف. اكمل بحرف عطف مناسب الواو او الفاء او ثم او او. نطحن القمح نصنع منه خبزا. احنا بنطحن القمح وبعد كده القمح ده لما بنعجنه، وبعد ما بنعجنه بنحطه في الفرن لغايه ما يطلع عيش. يبقى في وقت، في مسافه، يبقى تراخ كده. يبقى نستخدم حرف ثم، مش بعد ما بنلحم على طول بيبقى عيش. يبقى في وقت، لازم تبقى تكون فاهم المثال عشان تعرف تجاوب. الخبز والارز. خبز والارز من النشويات، هما الاتنين من النشويات، يبقى نحط لهم واو لان حرف الواو تفيد المشاركه بلا ترتيب. يك حرف ثم بفيد الترتيب مع التراخي. تمام. سجد الامام. هو الامام سجد الاول وانا في الجامع. الامام بيسجد، انا بعد كده بسجد وراه، بتبع الامام. يبقى بيقول لي: سجد الامام، سجد المصلون وراه. يبقى فسجد، ان حرف الفاء بيفيد الترتيب مع السرعه. هو بعد ما سجد هم سجدوا كلهم وراه. نضع الهمزة فوق الألف وتحتها أو تحتها. لو الألف مفتوحة نحط الهمزة فوق، لو الألف مكسورة نحط الهمزة تحتها. عائلة الكلمة أو أصل الكلمة. عائلة الكلمة هي الكلمات المتشابهة مع الكلمة في حروفها التي تشترك معها في نفس الأصل. يبقى عائلة الكلمة دي هي الكلمات المتشابهة مع الكلمة في حروفها بتشترك معها في نفس الأصل، والأصل ده بيبقى الفعل الماضي وبيبقى عبارة عن ثلاث حروف الكلمات بتتشابه فيهم. من عائلة كلمة زراعة يزرع. فلاح المزارع ده فعل مضارع. زارع هو زارع. مزارع مزرعة اللي بيبقى فيها المزروعات. أصل جذر الكلمة هو الفعل الماضي المكون من الحروف المشتركة بين عائلة الكلمة، اللي هي مثلا زراعة أصلها إيه؟ زرع، فعلها الماضي ده الأصل بتاعها. هنستنتج أصل الكلمات الآتية كالمثال: الكلمة وعائلة الكلمة. كتاب، يبقى عائلتها ايه؟ يكتب. مكتبة. كاتب. مكتوب. لو بصيت في الاربع كلمات دول هلاقي في ثلاث حروف مشتركين بينهم. لو بصيت في الاربع كلمات دول في ثلاث حروف مشتركة بينهم، اللي هي حرف الكاف والتاء والباء. اصل الكلمة ك،
كتب اللي هو الفعل الماضي، وقلنا اصل الكلمة بيبقى الفعل الماضي. مثال تاني، صناعة يصنع مصنع، صانع مصنوع. اصل الكلمة حرف الصاد اللي متكرر في الثلاث كلمات، الاربع كلمات دول اللي حرف الصاد متكرر فيهم، حرف صادها 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 صادها، وحرف النون برضو اتكرر في الاربع كلمات، وحرف العين. يبقى اصل الكلمة بنجيب الفعل الماضي بتاعها، صانع. طب مدرس، عائلة الكلمة بتاعتها ايه؟ اول حاجة يدرس، في صناعة قال يصنع، في مدرس اقول يدرس، مصنع يبقى مدرسة، صانع يبقى دراسة. المصنوع اقول له مدروس. طب ايه المشترك بينهم؟ هتلاقي المشترك حرف الدال والراء في الاربع كلمات وحرف السين. درس ده الفعل الماضي بتاعها. طب معمل اقول يعمل، معمول، عمل، عامل. يبقى معمل يعمل على وزن زي يصنع، عمل عشان دي مصنع مع معمل، معمل. عائلة الكلمة بتاعتها يعمل، معمول، عمل، عامل. طب ايه الحروف اللي متجمعة فيهم الحروف المشتركة؟ حرف العين والميم وحرف اللام. الماضي بتاعها ايه؟ عمل. خباز يخبز، عائلة الكلمة بتاعتها مخبز. خبز مخبوز. طب ايه الحروف المشتركة بينهم؟ حرف الخاء في الأربع كلمات وحرف الباء وحرف الزاي. طب الماضي بتاعها ايه؟ خبزة. يبقى عرفت عائلة الكلمة هي عبارة عن ايه؟ بجيب الأربع كلمات مشتركة في نفس ثلاث حروف. أصل الكلمة بيبقى هو الفعل الماضي، بشوف الكلمات المتشابهة. يعني قلنا كاتب يكتب، ده الفعل المضارع بتاعها. مكتبة كاتب، مكتوب، صناعة يصنع، مصنع، صانع، مصنوع، مدرس يدرس، مدرسة دراسة، مدروس، معمل يعمل، معمول، عمل، عامل. خباز يخبز، مخبز، خبزة، مخبوز. بشوف الحروف المشتركة بينهم وبكتبها، وبشوف أصل الكلمة أجيب الفعل الماضي بتاعها. أدوات الاستفهام، أدوات وأسلوب الاستفهام. عندي أداة الاستفهام زي أول أداة ما وماذا، تستخدم للسؤال عن غير العاقل، مثل ما عنوان القصة، بسأل على القصة. ماذا تأكل، القصة دي غير عاقل والأكل ده غير عاقل، يبقى ما وماذا بستخدمها في الاستفهام عن غير العاقل. من بستخدمها في الاستفهام عن العاقل، من رسم اللوحة، من بستخدمها في الاستفهام عن العاقل، من رسم اللوحة أقول محمد. أين بسأل بها عن المكان، أين يعيش النمل أقول في الجحور. متى بستخدمها في الزمان، متى نحصد القمح أقول في الصيف مثلا. كم العدد بنستخدمها في العدد، كم جناحا للعصفور أقول للعصفور جناحان. لماذا بسأل بها عن السبب، لماذا نشرب اللبن أقول لنقوي أجسامنا. كيف بنسأل بها عن الحالة والطريقة، كيف تذهب إلى المدرسة أقول أذهب إلى المدرسة مشيا أو بواصلة بالأتوبيس على حسب وسيلة المواصلات اللي بتاخدها. هل بنستخدمها في بها أمر أو بنفي. قول هل غسلت يدك قبل الأكل، أقول نعم لو أنا غسلت، أقول لا لو أنا ما غسلتهاش. بقول لك تذكر أن السؤال يبدأ بأداة استفهام. أداة الاستفهام اللي هي ما وماذا ومن وأين ومتى وكم ولماذا وكيف وهل. وقلنا كل أداة لها استخدام، قلنا ما وماذا بنستخدمها مع غير العاقل، ومن بستخدمها مع العاقل، وأين بستخدمها للمكان، ومتى للزمان، وكم للعدد، ولماذا بسأل بها عن السبب، وكيف بسأل بها عن الحال والطريقة، وهل بسأل بها عن الإثبات والنفي. ينتهي سؤال الاستفهام بأداة استفهام زي ما أنت شايف كده، اللي هي اتنين وتحتيها نقطة، ويسمى أسلوب استفهام. الأسلوب ده على بعضيه كده، السؤال ده اسمه أسلوب استفهام.
تمام. بيقول الإجابة عن السؤال بهل بتكون بنعم، اللي هو الإجابة عن السؤال بالإثبات بتكون بنعم. طب الإجابة عن السؤال بالنفي بتكون بلا، لو بنفيه هتكون بلا. يقول أكمل الجمل الآتية بأداة استفهام مناسبة: تنام مبكرا. فقال له نعم. كان السؤال ده إيه؟ بيسأل وبيستفهم عنه، بيثبت ونفي. يبقى هنا كان قال له إيه؟ هل تنام مبكرا؟ عندما قال له نعم عشان هو بيثبتها، فقال له نعم. دق الجرس خالد. يبقى هنا بيسأل عن حد عاقل، يقول من بيستخدمها؟ السؤال عن العاقل، من دق الجرس؟ تبقى متى، بنسأل بيه عن الزمن، متى تتفتح الأزهار في الربيع؟ كان الجو اليوم ممطرا، بيسأل عن حال الجو. وإن السؤال عن حال الجو أو السؤال عن الحال عموما أو الطريقة، كيف كان الجو؟ نستخدم كيف. ما أنت لو حفظت الأدوات ديت وحفظت تستخدم ليه، هتعرف تجاوب دول بسهولة جدا. طيب بيقول ضع سؤالا لكل إجابة من الإجابات الآتية: لون البرسيم أخضر. يبقى هو سأل عن البرسيم، ما لون البرسيم؟ طيب إيه الأداة اللي بنستخدمها؟ بنستخدم ما، لأن ما بتستخدم في غير العاقل. فقال له ما لون البرسيم، بعد ما سألت أحط له علامة الاستفهام. ننشر الملابس المبتلة لتجف. هو بينشر ملابس، فراح قال له أنا بنشر الملابس عشان تجف. يبقى السؤال كان إيه؟ قال له لماذا ننشر الملابس المبتلة؟ كان السؤال بلماذا ننشر الملابس المبتلة؟ بتنشير الملابس المبتلة لتجف. ولو تلاحظ كلمة لتجف دي قبلها فاصلة منقوطة ولام وفعل مضارع. أيوة هي دي لام التعليل اللي خدناها في الدرس السابق. تمام. وجدت القلم تحت المكتب. يبقى انا كده بساله عن المكان اللي وجد فيه القلم. وقلنا لما نسال عن المكان بنستخدم اداه الاستفهام اين. اقول له اين، واخد من هنا من الاجابه واكتب في السؤال اين وجدت القلم، واحط له اداه استفهام، هيقول له تحت المكتب. عمري 10 اعوام. يبقى هو كده كان بيساله عن عدد عمره، عدد سن عمره. يبقى نستخدم كم. كم عمرك؟ وبكده نكون خلصنا النهاردة، وبإذن الله نبدأ في درس جديد المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.